السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، هكلمكم النهاردة عن فتح البصيرة النورانية وإزاي تفتح عندك بذكر الله. ناس كتير من متابعيني في القناة وحبايبي طبعا طلبوا مني فيديو لفتح البصيرة النورانية. أول حاجة يا جماعة أقولها لكم، مفيش مخلوق على وجه الأرض، لا أنا ولا غيري ولا أي حد خلق ربنا يقول لك انا اقدر افتح لك البصيره النورانيه. لا، الحاجه دي ما بتفتحش الا من عند ربنا. انت بس اذكر ربنا وهي هتفتح لوحدها. طبعا هكلمكم عن البصيره النورانيه. البصيره بتتقسم لثلاث اجزاء: بصيره القلب، ودي طبعا ما بتجيش لاي حد، يعني اللي عنده بصيره القلب دي بيشوف حاجات ما لا تراه البشر، يعني حاجات ما يقدرش يشوفها البشر الطبيعيين. بتبقى عنده بصيرة نورانية في قلبه، يشوف حاجات، يسمع حاجات. وفي طبعا البصيرة السمعية والبصيرة الفكرية. يبقى الثلاث حاجات ايه هما؟ القلبية والسمعية والفكرية. انما بصيرة القلب زي ما بقول لكم يعني ما بتفتحش عند اي حد الا اذا كان انسان صافي ونقي من جواه كده، في كل حاجة يعني يقولوا عليها تبيح للطيبة الزيادة عن اللزوم. انسان صافي القلب ونقي بيشوف حاجات مفيش اي حد يقدر يشوفها. ممكن يبص الانسان، مجرد ما يبص له يعرف اذا كان انسان خبيث ولا انسان طيب ولا في ايه بالظبط، لان دي حاجة كده برضو بتفتح من عند ربنا. والبصيرة السمعية طبعا عارفينها كلنا، اللي بتتقسم للوشوشة والسمع القوي. فتح الوشوشة او السمع القوي من النورانيات او الروحانيات. وبصيرة الفكر اللي هي طبعا لو انت وقفت قدام انسان ممكن تعرف هو بيفكر في ايه من غير ما يقولك، ويحلل الامور، يعرف يحلل الامور قدامه وتطلع صح، يحل للناس مشاكلها بفطرة وتطلع صح. دي اسمها بصيرة الفكر، مجرد ما يفكر في الشيء يطلع هو صح. فطبعا كده انا كلمت لكم بصورة بسيطة عن البصيرة النورانية، لكن لو هنتكلم كتير طبعا هتاخد مننا يعني فيديو اكبر من كده بكتير. فانا فهمتكم حاجة بسيطة منها، ويا رب ايه نعرف ان البصيرة ما بتتفتحش الا من عند ربنا. انا هقول لكم على ذكر تاني برضو بيفتح البصيرة النورانية برضو باذن الله. يعني انت افضل اذكر وما تسألش، ما تقولش بقى انا ليه ما اتفتحتش عندي لغاية دلوقتي. لا، ده حسب نيتك، حسب قلبك وبياض قلبك، وحسب طبتك من جوه انت، وحسب فطريتك. يعني في انسان تلاقيه عايش على الفطرة كده، مش عارف اي حاجة، بيذكر ربنا بقلب طيب، تلاقي الحاجة دي اتفتحت عنده لوحدها من غير اي حاجة خالص. في انسان يفضل يذكر 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 وما بتفتحش عنده. ليه؟ لانه ساعات بيبقى في حتة سودة من جوه كده شوية. فدايما الحاجة دي بتفتح عند الناس اللي قلبها ابيض يا جماعة، الناس الطيبة، الناس اللي عايشة كده للناس ومش عايشة لنفسها. من الاخر، الذكر الاولاني اللي انا قلته لكم قبل كده في فيديو هو ذكر لا اله الا الله. اذا ذكرته 1111 مرة بعد كل صلاة مفروضة عليك، يعني 5 مرات في اليوم، كل مرة 1111 مرة لا اله الا الله. اظن مفيش ذكر اعظم ولا اجمل ولا احسن من ذكر لا اله الا الله، ولا اسهل من كده كمان. يعني هو ذكر واحد. الذكر الثاني بقى هو قل هو الله احد 49 مرة بعد كل صلاة، ولازم تتقري يوميا، يعني ما تبطلهاش ابدا، هي او لا اله الا الله. شوف انت بقى الذكر اللي انت طالبه ايه، هو اللي انت يعني سهل معاك قل هو الله احد 49 مرة بعد كل صلاة، ولا لا اله الا الله 1111 مرة بعد كل صلاة. ها، وفي ساعات يا جماعة برضو قل هو الله احد دي ممكن تتقال صبح وبالليل بس، يعني في صلاة، ممكن في صلاة يعني اول ما تقوم في صلاة الفجر، وممكن قبل ما تنام، وممكن برضو تتقال في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يعني في البردين. وممكن بقى انت تتخذها ورد بعد كل صلاة 49 مرة، ولو هتقراها الصبح وبالليل برضو هي 49 مرة. بس انت كل ما تكتر من ذكرها كل ما هتتفتح البصيرة معاك اكتر بإذن الله. فانت اللي عايز ياخدها بس ورد مرتين في اليوم عند البردين، الفجر والعصر اللي بتتبدل فيهم الملائكة، ياخدهم. واللي مش عاوز ياخدهم
مرتين، يعملها ورد بعد كل صلاة 49 مرة، ولا إله إلا الله هي 1111 مرة بعد كل صلاة. وإن شاء الله البصيرة تفتح عندكم بإذن الله، القلب والسمع والفكر، واللي بيفتح عنده التلاتة دول بيبقى إنسان مبارك، يعني بيبقى إنسان سبحان الله عنده معجزات، عنده بركات، عنده كرامات بتحصل معاه بسبب ذكر قل هو الله أحد أو لا إله إلا الله 1111 مرة. فحاولوا أنك أنتوا تذكروا ربنا كتير وبنية خالصة لله، اللي هو مش عشان بذكر ربنا عشان البصيرة تفتح عندي، لا، اذكر ربنا علشان أنت عايز تذكر ربنا، مش عشان خاطر، عشان أنت حاجة كده لوجه الله، مش عشان خاطر تفتح البصيرة هتلاقيها فتحت لوحدك. لكن الإنسان اللي بيذكر ربنا علشان شيء معين، الحاجات دي مش هتفتح معاه طبعا. فخلوا نيتكم صافية لله، اذكروا ربنا حبا في الله، حبوا ربنا يا جماعة، لأن ربنا بيحب عباده، بيحب عباده وبيكرمهم بحاجات كتيرة جدا وهم مش حاسين بكده. دي لوحدها كرم انك تشوف حاجة بإذن الله تفتح لك البصيرة. بس زي ما قلت لكم، هي حسب النية، حسب الإنسان إذا كان بيذكرها لله أو بيذكرها لحاجته. طيب، واللي هيسألني قل هو الله أحد، دي يعني هي كلمة قل هو الله أحد بس؟ لا، هي سورة الإخلاص. سورة الإخلاص يا جماعة، علشان ما حدش بس يسأل ويقول انت بتقولي قل هو الله أحد بس. طيب، أنا كده خلصت الفائدة، وإن شاء الله دلوقتي معاد رسالة الملاك. أنا قلت لكم فيه رسالة في آخر الفيديو بإذن الله ليكم، ورسالة هامة جدا. الرسالة دي هي من شخص متوفي، الشخص ده طالب صدقة، طالب انه تعدلوا له موازينه بايه؟ بالصدقة، بالدعاء، يعني هو مش مرتاح، فهو عاوز راحة. حاولوا ان كنتوا تتوددوا بالدعاء لله بانه ربنا يرحمه ويغفر له، وعلى قد ما استطعتوا، يعني على قدر ما استطعتوا، تخرجوا صدقة على روح هذا الشخص. انتوا اعلم بقى مين الشخص المتوفي عندكوا اللي طالب هذه الصدقة، وتعملوا له زي اللي طبعا تقدر يعمل له زي سبيل، اي حاجة تكون صدقة جارية. اللي مش مقتدر لو هتطلع مبلغ بسيط كل فترة على روح الشخص ده، بنية ان هو ربنا يغفر له ويخليه يرتاح في مماته بإذن الله، ويرتاح في نومته. طيب، وفي رسالة كمان هنا بتقول ابدأ في اللي انت عايز تبدأ فيه، ما تبقاش متردد، يعني ما تبقاش مشتت الفكر، خليك دايما اللي تفكر فيه اعمله ونفذه. خلي ربنا مسخر لك الكون علشان يحقق لك اللي انت عاوزه، اثبت للكون انك بتفكر صح وانك هتنفذ اللي انت بتقوله، ما تترددش، انت قدها، ما تخافش. يعني انت لو في حاجة بتفكر تعملها ومتردد انك تبدأها، لا، اعملها، حتى لو الشيء ده كان انفصال. يعني لو انت كنت عاوز تنفصل عن شخص، ابدأ بالشيء ده. لو انت عايز ترتبط بشخص، ابدأ بالشيء ده، انت قدها وانت هتعملها. واعلم ان الرسالة بتقولك انك مش هتنفصل على الشخص ده الا لو انت عايز. يعني لو انت عايز تنفصل على الشخص ده، هما هيساعدوك وهيخلوك تنفصل عنه. لو انت مش عاوز، هما بإذن الله هيحاولوا يغيروا لك من الشخص ده، وربنا هيصلح حاله. لو انت عايز برضو ترتبط بالشخص ده التاني، اللي هو مثلا لو في ارتباط او حاجة زي كده، فانت لو عاوز هترتبط بيه. لو انت مش عاوز الارتباط ده، هما برضو هيساعدوك انه يبعدوا عنك. ففكر صح وحاول تتخذ القرار الصحيح، وما تترددش في قرارك ولا تتشتت. ولو مشروع، ابدأ في اللي انت ماشي فيه، ابدأ في الشيء اللي انت عايز تبدأ فيه، لانك بتتردد بعض الشيء في الحاجة دي. انا كده خلصت رسالة حبيب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.